رائع جدا. نشكر جميع الطلاب الجامعات الأمريكية اللي وقفوا تضامنا مع الشعب الفلسطيني في قضيته للرجوع إلى قطاع غزة وإنهاء المخيمات اللجوء وإنهاء المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء. الوقفة التضامنية هاي للشكر الجامعات الأمريكية والطلاب الأمريكيين على وقوفهم معنا وتوصيل رسالتنا إلى العالم إنه يوقفوا الحرب الجماعية والإبادة اللي بتصير في غزة. بتمنى من الجامعات العربية والإسلامية إنهم يقفوا معنا مثل الجامعات الأمريكية، يحاولوا يوقفوا الإبادة الجماعية، لأنه إحنا طلاب عندنا أحلام وطموحات وحابين نكمل جامعاتنا ونكمل دراسات عليا كمان، فبتمنى من العالم يوقف الحرب. هذا ضغط جماهيري وضغط شعبي على الحكومات، ويجب على الحكومات أن تستمع إلى مطالب شعوبها وأن تقر بحق الفلسطيني، الشعب الفلسطيني. نحن شعب كباقي الشعوب، ليس هناك دولة محتلة سوى فلسطين في كافة العالم، في كافة أركان العالم. نحن الدولة الوحيدة المحتلة، نرجو رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني وعن الدولة الفلسطينية. صار في شوية صحوة إنه إحنا شعب مظلوم، شعب مضطهد، شعب منهك، شعب صاحب حق، لكن العالم كله ظالم اليوم. واليوم بدأت الناس تصحى وتعرف إنه إحنا شعب مظلوم، وبناء على هيك قامت الجامعات الشبابية هذه نصرة لفلسطين ولشعب فلسطين. هذا الاعتصام وهذا التضامن له تأثير كبير باتجاه الحكومة الأمريكية وباتجاه كل العالم وباتجاه الأمم المتحدة، إنه الطلبة في العالم نهضت ضد الظلم وضد الاضطهاد اللي بيتعرض له الشعب الفلسطيني. لا، حيكون بإذن الله تعالى له مردود إيجابي وإله مردود إيجابي وإله مردود إيجابي باتجاهنا.